بسم الله الرحمن الرحيم. كل عشان النمل. ها صلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الرسول أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به بعلومه مشايخنا في الدارين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين. حاضر. اعلم لا تقال إلا لمهم. اعلم لا تقال إلا لمهم. وإن كنت تقرأ على الشيخ فلا تقل له اعلم، بل نقول يعلم، لأن الأصل أن الشيخ يعرف ما تقرأ. اعلم أداة تنبيه، فعل أمر لكن تنبيه، الغرض منه التنبيه. اعلم لا يأتي بعدها إلا مهم. اعلم كانوا يقولون، ويعلم لأن الأصل أن الشيخ يعلم ما في الكتاب، لكن عادي نحن نقول اعلم، ما فيش مشكلة خالص. قول يا ابني. يعلم إيه؟ يعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين. لماذا نكره؟ حتى لا يفضحه. فالنصيحة على الملأ فضيحة. نكره حتى لا يفضحه. إيه وجه الفضيحة؟ وجه الفضيحة أنك كيف تتعلم سنين طويلة ثم لا تعرف الغرض من التعليم؟ كمن يأكل شيئا لا يعرفه، ومن يشرب شرابا لا يعرفه، كيف؟ فبعدما أكل وشبع وانتهى يسأل: ما هذا الطعام الذي أكلت؟ يا سيدي اسأل قبلها لا بعدها. ومن هنا أن واحدا من طلبة العلم إلى الآن مولانا الغزالي يترأف بحاله ويتلطف معه في الإجابة. هذا حال الشيخ، أنه رحيم بطلابه، لكن قد يقسو الشيخ على طلابه لأن ومن الحب ما قتل، وقد يقسو الشيخ على طلابه من باب الأدب. لكن إذا طرد الشيخ طالبا من طلابه هنا مشكلة كبيرة، ليست في الشيخ بل في الطالب. ولدني. لازم قدمة الشيخ الإمام زين الدين. شوف شوف شوف، لم يقل لازم العلم بل خدمة، هذا هو الأصل. الأصل الخدمة، والخدمة يأتي منها العلم، والخدمة هو باب عظيم دخل منه أنس بن مالك إلى ساحة العلم. ليس أنس، أبو بكر وعمر وعثمان ومولانا علي كلهم دخلوا إلى باب حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الخدمة. هذا الحب في خدمة. أن ترى دائما العالم طالبه يحبه، طب هذا الحب، الحب ميل القلب إلى المحبوب، ما الدليل؟ الخدمة. كيف يخدم العالم دينه؟ خدمة، طلابه خدمة، لكن في الحقيقة الطالب يخدم والشيخ يخدم. خلاص. لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد. حجة هنا لأن كلامه كان دائما لا يرد. الشيخ الغزالي حجة لأنه كان قوي الدلالة والاستدلال. ظهر هذا عندما كان في مدرسة نظام الملك، ظهر هذا عندما ذهب إلى العراق وكان فيها فتن وكان فيها ضعف للخلافة، حتى وصل الأمر إلى أن الخليفة العباسي كان لا يعين وزيرا إلا إذا مولانا الغزالي وافق عليه لما رأى فيه من رجاحة العقل. الإمام الغزالي بالحجة استطاع أن يقضي على فتن كادت أن تقوم بحرب شاسعة قوية بين الناس. هذه الحجة، حجة رزانة، حجة برهان، حجة دليل. واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل من فضائل النفس. ثم إنه فكر يوما في حال نفسه،
هذه مداخل الشيطان، مداخل الشيطان أن يثبت لك أنك على خطأ. مداخل الشيطان يشككك فتكون في نعمة تصير نقمة. مداخل الشيطان أن يجعلك تحيا في حياة جميلة لكنها ترى سيئة. هو يرتدي أعظم ثياب لكن هو يشعر أن هذه الثياب فيها نجاسة وسوسة. هو يحفظ القرآن، أنت تحفظ لكن لا تفهم، ما فائدة الحفظ من غير فهم؟ وسوسة. قد رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه، وسوسة. إيه الهدف؟ أن ينغص عليك حياتك، أن تكون في حياة كريمة والشيطان يريك أنك تحيا في حياة سيئة. أدي الشيطان يا ابني، أدي الشيطان، دور الشيطان أن يجعل الإنسان دايما مهموم، أن يجعل الإنسان دايما في مشاكل. فلا ترى الجميل جميلا، أنت تتعلم على يد الغزالي عالم الأمة، تتعلم على يد إمام من الأئمة الكبار، تعلمت سنوات في تحصيل العلم ودقائق العلم والأخلاق، صرت شيخا كبيرا. فإذا كان شيخك قوي تكون قوي، شيخك ضعيف غالبا تخرج ضعيف، نادر نادر، من عجائب الدنيا أن يكون الشيخ ضعيف والطالب قوي، ده نادر. لكن شوف الغزالي شيخ مين تلميذ مين، البيضاوي تلميذ مين شيخ مين، الرازي شيخ مين تلميذ مين، تجدهم مشاهير دايما. الغزالي شيخ الجويني، فهمتاش، الجويني شيخ النيسابوري القفال، وهكذا وهكذا إلى أن تصل لمولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه. قول يا سيدي. وخطر على بالي فقال إني قرأت أنواعا من العلوم. خطر على باله يعني على عقله. وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤانسني في قبري. يعني إيه؟ هل كل العلوم توصل إلى الله؟ لا. ليه؟ ليه؟ توصل. علم السحر يوصل إلى نار الله، فهمت؟ ليس كل العلوم توصل إلى الله. في علم السحر يوصل إلى جهنم، في علوم الفلاسفة الذين أنكروا وجود الله يوصلوا إلى النار، في علوم تجعلك تضل. لكن هنا هو عبارة عن حوار نفسي. نحن دائما يعني عندما نقرأ التفسير والحديث لا نبالي. الشيخ لو يشرح أصول الفقه الناس تهتم، لكن عندما يأتي الشيخ ويشرح تفسير قد لا يحضرون. الشيخ عندما يشرح منطق كل الطلاب تحضر، الشيخ عندما يحضر يشرح تفسير نادر من يحضر. طب الشيخ لو يشرح مطالعة وقراءة لا يحضر أحد، لكن الشيخ لو يشرح نحو ممكن يحضر. أنت عندك تفاضل، لكن هذا تهاون، هذا تهاون. التفسير يوصل إلى الله، الفقه يوصل إلى الله، النحو يوصل إلى الله، كل العلوم توصل إلى القرآن والقرآن يوصل إلى الله. لكن في علم أسرع من علم، وفي علم يخدم علم. نحن من البداية نريد القرآن، لكن كيف نتذوق القرآن من غير بلاغة؟ طب كيف نتذوق القرآن من غير نحو؟ طيب كيف نتذوق القرآن من غير مخارج للحروف؟ طيب كيف نتذوق القرآن ونحن لم نعلم أسباب النزول؟
كيف نقف على فائدة القرآن والحكمة من القرآن ونحن لم نفهم الشرع؟ وا 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 كثير أوي، كثير جدا. إذن لا يوجد علم إلا ويوصل إلى القرآن، لكن في علوم تخدم علوم. النحو أبو العلوم، الصرف أم العلوم، المنطق خادم العلوم، علوم الآلة، الفقه الاستنباط من القرآن والسنة، البلاغة كيف تتذوق النص، المنطق كيف تفكر، النحو كيف تنطق من غير لحن، الصرف كيف تدخل في بنية الكلمة لمعرفة هذه الكلمة عربي أو غير عربي، العروض كيف تتذوق الشعر والشعر يقوي الملكة والملكة تجعلك تقرأ القرآن وتفهم، تفسير، التفسير كل العلوم حتى تفهم القرآن، الحديث مساعد مصدر من مصادر التشريع. إذن أي العلوم نبدأ وأي العلوم نؤخر وأي العلوم نرجع؟ طالب العلم سيقرأ كل، سيقرأ كل ما ذكرت. هنا مولانا الغزالي عايز يقول له إن أسرع علم يدخلك الجنة هو العلم الذي يقترن بالعمل. العلم الذي تريده هو العلم الذي يوصلك إلى الله، هو العلم الذي يقربك إلى الله، هو علم مقترن بعمل. فعبادة من غير علم ضلال، وعلم من غير عبادة ضلال أيضا. ومن هنا قالوا علم بلا شجر، بلا علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. شجر بلا إيه؟ ليس له فائدة. أدي العلوم اللي كل العلوم توصل، كل العلوم تقرب، لكن نعمل، من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. قول يا ابني. وأيها لا ينفعني حتى أتركه. حتى أتركه. علم السحر ابتعد عنه، علم الطلاسم والرسومات التي لا نعرفها لا نريده، شعوذة لا نريده، نحن نريد العلوم التي تقرب إلى مين؟ إلى الله، اللي هي العلوم الشرعية التي يساب فاعلها، العلوم التي قد تكون فرض عين كعلم الفقه، أو قد تكون فرض كفاية كعلم الأصول. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. في علم هو لا ينفع، علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعقد محاضرة، ماذا يريد في المحاضرة؟ يريد أن يثبت أن الرسول عندما تزوج بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان عمرها 20 سنة، عندها عمرها 20، عمرها 15، عمرها 9، إيه الفائدة؟ المهم أنها تزوجت وخلاص. طيب علم، نعم، من على الحق، سيدنا علي ولا سيد عائشة؟ يا سيدي كان النووي يسأل في هذه الخلافات، كان يقول تلك أمة قد خلت، رسالة ماجستير، نعم، في تخطيء معاوية أو تخطيء سيدنا علي. ما الفائدة؟ يقول حتى يقف الناس أمام التاريخ، أسأل الله أن تمزق جميع أوراق التاريخ. تاريخ إيه؟ عبس. واحد يقعد 5 سنين في يثبت، يا سيدي حرام عليك، حرام عليك. إذا اجتهد المجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله إيه؟ أجر. صيانة الأمة، حفظ الأمة، ما فائدة الخلاف بين الصحابة؟ أدي علم لا ينفع، بل جهله ينفع. ليه؟ أنت عندما تقرأ لن تصل إلى شيء. الشيعة تدس أمور، الرافضة يدس أمور، الخوارج يدس أمور، فصار التاريخ صعب. أدي علم لا ينفع. ها،
مين الصواب، سيدنا معاوية ولا سيدنا علي؟ أخو سيدنا علي اسمه عقيل، كان صديق لمعاوية، وكان يقول الطعام عند معاوية ألذ والصلاة خلف علي أتقى. يعني يروح هنا وهنا، الأمر بسيط خالص، أمر بسيط، مشاكل فتن في حجمها، لكن أن الإنسان بعد 1400 سنة يحيي هذه المشاكل وهذه الخلافات والمطالبة بدم، يعني في بعض الناس الآن يطالبون بدم سيدنا الحسين، من مين؟ منا يعني؟ يعني من قتل مولانا الحسين؟ نحن لم نقتله، نحن نحب سيدنا الحسين. طب يعني من مين؟ يعني أن يسأر من مين؟ يقول لك أهل الشام قتلت الحسين، أهل الشام 90% صوفية محبين لآل البيت ولسيدنا الحسين، يعني الأمر يعني يحتاج إلى إعادة نظر. فهذا علم لا ينفع، بل جهله ينفع. هذا العلم الذي يؤدي إلى الصراع وإلى الاختلاف علم يضر ولا ينفع الإنسان. قال مولانا الإمام الشافعي: جالست الزهاد والعباد فخرجت منهم بشيئين، جالست الزهاد والعباد فخرجت منهم بشيئين، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إن لم تشغل نفسك بالحق فأنت مشغول بالإيه؟ بالباطل. اثنين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت كالإيه؟ إن لم تقطعه قطعك. نحن نجلس ساعة لكن ممكن نتعلم معلومة، غيرك ممكن يجلس 10 ساعات يبحث عن إيه؟ يبحث عن طريقة للسحر وتحضير الجان والعفاريت. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا دار طبعا. قول يا سيدي. فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ. شوف، صار حوار نفسي ثم بعد ذلك أخذ خطوة إيجابية، كتب رسالة وأرسلها إلى مولانا الإيه؟ الغزالي، خلاص حتى يقطع الشك باليقين، وهذا أمر محمود. فطالب العلم إن حصلت له مشكلة عليه أن يصارح شيخه، أن يصارح إيه؟ شيخه، لا يفعل مشكلة مع شيخه، دي المشكلة، صرحه ويفهم مولانا كيف يفكر. قول يا سيدي. حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتى وسأل عنه مسائلا والتمس منه نصيحة ودعاء. قال: وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره تشتمل على جواب مسائلي. قلنا لحضراتكم أيها الولد، أعلى بداية الهداية، أعلى منهاج العابدين، أعلى المرشد الأمين، أعلى الإحياء، كل هذه الكتب سلسلة توصل إلى بعض. من قرأ أيها الولد سيفهم بداية الهداية. أيها الولد يدعو إلى العلم الذي يجعلك تعمل. بداية الهداية يقول طريقنا إلى الله بدايته الطاعة ونهايته الطاعة. خلاص، منهاج العابدين ما دمت تسلك طريق الطاعة نحن نصفك بأوصاف تستطيع من خلالها أن تصل إلى الله. المرشد الأمين اختصار إحياء علوم الدين، عبادات ثم مهلكات ثم كيف تنجو من المهلكات. فهمتم؟ قول يا سيدي. لكن مقصودي أن يكتب الشيخ. شوف هو بيقول كده، أنا أعلم أن إجابة سؤالي موجودة في الكتب خاصة الإحياء وغيره، لكن لو يخصني مولانا الغزالي بجواب مختصر مباشر كان ذلك أفضل. ومن رحمة الشيخ ومن رأفة الشيخ أنه استجاب وكتب. قول يا سيدي. لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجاتي في ورقات تكون معي مدة حياتي. أريد يعني زي ما قال كده عبد الرحمن بن مهدي للإمام الشافعي: اكتب لنا شيئا نستطيع من خلاله أن نستنبط الأحكام. فكتب مولانا الإمام الشافعي كتاب الكتاب المعروف بالرسالة، المعروف بماذا؟ قول يا سيدي. لكن مقصودي أن يكتب الشيخ
تكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب الذي معكم ليس اسمه أيها الولد، اسمه خلاصة تصانيف التصوف. اسمه خلاصة تصانيف التصوف، وكتب بالفارسية، وترجمه مولانا محمد أمين الكردي شيخ الطريقة النقشبندية في مصر. ترجمه، اسمه كتاب خلاصة تصانيف الإيه؟ التصوف. كتبه الغزالي رسالة جوابا لهذا الطالب الذي سأله ما فائدة ما قرأت وما تعلمت وما درست عندك. الإجابة الفائدة حتى تعمل، حتى إيه؟ تعمل. عملك طاعة، علمك تقوى، الجنة في الانتظار إن شاء الله يا رب. قل حبيبي. فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه بجوابه والله سبحانه وتعالى أعلم. كده إحنا انتهينا من المقدمة، وسوف ندخل في بداية كلام الشيخ رضي الله عنه وارضاه، وهذا هو الشروع في المقصود. قل يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أيها الولد المحب. شوف الكلام، أيها الولد، الولد ده نعت، صح؟ صح أو صح؟ ها؟ المحب نعت إيه؟ نعت تاني، ما هو بعد أيها يجي نعت، الاسم المرفوع بعد أيها نعت. طيب، هو يكلمه بولد وهو كبير في السن، مهما كبر الطالب فهو في نظر شيخه صغير. ممكن رجل عنده 70 سنة، ابنه عنده 55 سنة، ابنه ده كبير ولا صغير؟ كبير، 50 سنة، 55 سنة، كبير جدا كمان. شباب، ما رأيكم إن الشيخ الغزالي لم يتعصب عليه؟ ده أدب نبوي. لما جاء سائل لرسول الله قال يا رسول الله رخص لي في الزنا. يا كلب يا كلب، كيف نرخص لك في الحرام؟ اقتلوه. أبدا أبدا، لم يقل له يا كلب ولا اقتلوه ولا حاجة. شوف شوف شوف، أخذه رويدا رويدا. هذا الرجل عاصي ولا ليس عاصي؟ هو يسأل يقول يا رسول الله رخص لي في الزنا، يعني اديني تصريح أنا أرتكب الزنا. عاصي ولا ليس عاصي؟ ليه ليس عاصي؟ تسأل بس. لا، هو مش بيسأل بس، هو يريد أن يزني، لكن يريد أن يزني ويكون الزنا حلال. إذن هو يخاف أن يفعل حرام. شوف فهم القضية، يعني هذا الرجل يريد أن يزني، هو يحب الشهوة، لكن يعلم أن الزنا حرام. ما دام الزنا حرام، رجاء يا رسول الله، يا من تقول أنت حلال ويا من تقول أنت حرام، قل الزنا حلال لي أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن هذا السائل تائب يخاف من الوقوع في الحرام، وإلا ما سأل تكلم معه بهدوء. أترضاه لأمك؟ لا. لأختك؟ لا. خال؟ لا لا لا. قال له كذلك الناس، فكما تكره لنفسك غيرك يكره أن تفعل معه. السائل لم يسأل مرة أخرى، السائل لم يناقش، السائل لم يرتكب الزنا، لأنه اقتنع. ما دام اقتنع يمشي. هنا مولانا نحن أصلحنا من فرد في المجتمع، أصلحنا في رجل في المجتمع بالحكمة بالموعظة الحسنة. عشان كده الشيخ أيها الولد المحب ثم يدعو له بعد ذلك، يبقى في تلطف في الحوار. ها، قول يا ابني. اعلم أيها الولد المحب أطال الله تعالى بقاءك. يا سلام يا سلام، مين اللي بيدعو لمين؟ أن يطول عمره. الشيخ يدعو للطالب، ده الأدب، ده الأدب، ده الاحترام. شوف الشيخ بيعمل إيه مع الطالب، الشيخ بيدعو للطالب، فما بالك بالطالب مع الشيخ، مفروض أكثر. وسلك بك سبيل أحبائه.
لأن الله لو لم يرد بك خيرا لتركك يا مولانا في المعاصي، لكن الله اصطفاك أن تكون من أهل العلم، ما دام اصطفاك هو قربك، هو إيه؟ قربك، لأن العلم اصطفاء. كان أهل الله يقولون مقامك حيث أقامك، شوف 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 الحكمة، مقامك حيث أقامك. شوف الله أقامنا إزاي مسلمين، نجتمع على قراءة العلم، يا ريت على العلم فقط، نحن نجتمع الآن على قراءة كتاب يتكلم عن فقه القلوب، يتكلم في إحياء القلوب، كله يتكلم عن الظاهر، لكن هذا الكتاب يتكلم في البواطن جوه، يشرح من جوه، يعطي علم، ينظف القلب قبل أن ينظف الجسد والثوب. ومن هنا يا أهل الله، إذا أردت أن تعلم الله يحبك ولا الله يبغضك، أين أنت الآن؟ أنت في مجلس علم خير من عبادة 70 سنة، أنت تفتح الحقيبة كلها كتب، أنت الناس عندما تراك ترك عالم، عندما يتكلمون الشيخ يذاكر، الشيخ يدرس، ها؟ ثيابك زيك، المفروض أن ترتدي ثياب العلماء، لكن أنتم معظمكم الحمد لله ترتدون ملابس الأتقياء، صح؟ دول علماء دول، يعني في ثياب ظاهر مسلم، ظاهر على الأقل طاقية، على الأقل طاقية، لكن يمشي بشعره كده، استغفر الله، هذا الرجل شعره أفضل من البنات، صح يا سيد بطاطس؟ مقامك حيث أقامك، انظر إلى ما أنت فيه تقول الحمد لله، نحن أفضل الناس، نحن أفضل الناس، نحن معاشر الأنبياء لا نورث مالا ولا درهم، وما تركناه صدقة، وإنما العلماء ورثة الإيه؟ أنت ابن لرسول الله الحي، أبناء الذكور ماتوا حتى تحيا أنت ابنا له، كل عالم هو ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنوة العلم أقوى من بنوة النسب، ابنك في العلم أقوى من ابنك فينها في النسب. كنت مرة أمشي مع دكتور بكر إسماعيل، تعرفونه، صاحب كتاب الفقه الواضح والنحو الواضح، عالم كبير رحمه الله، كنت أمشي معه في الكلية، أنا في شريعة هو كان في دراسات، فأنا ذهبت إليه مرة، فأحد الدكاترة أو الناس يسأل يا مولانا علي، أنا هو ده ابنك؟ استغفر الله، ده تلميذك؟ قال ليس تلميذي، هو ابني، سبحان الله. لأن تلميذ الشيخ ابنه في النسب قد يعصيه، لكن ابنه في العلم لا يعصيه. ممكن ابنك تقول له تعالى احضر الدرس العلم، لا يحضر. طيب اقرأ في الكتب، لا يقرأ. طب اطلع عالم، لا يطلع، لكن ابنك في العلم خلاص مش محتاج. كل طلابك في العلم خلاص دول أولادك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف نحن معاشر الأنبياء لا نورث مالا ولا إيها، وما تركناه صدقة، وإنما العلماء ورثة الأنبياء. قول يا سيدي. وسلك بك سبيل أحبائه، أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه. يا سلام، إيه النصيحة؟ النصيحة الإرشاد إلى الخير، النصيحة دي لا تخرج إلا من الأنبياء. طب كيف العالم ينصح؟ إذا نصح العالم نصحه مستمد من كلام الأنبياء. إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لكتاب الله. كيف كتاب الله؟ يعني خذ من كتاب الله للنصيحة. كيف آخذ من كتاب الله نصيحة؟ شوف موسى كيف يتكلم مع فرعون، بالراحة شوي كده، اذهب إلى فرعون إنهم فقل لهم لعلهم أو يخشى، يعني نحن نختصر شوية، يتذكر إيه ويخشى إيه؟ كلام. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لهم هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك
فأراه الآية. شوف الحوار، شوف الحوار. فرعون يقول له يا موسى أنا الذي قمت بالنفقة عليك، موسى لم يعترض، أنا أحسنت إليك، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك إيها سنين. ده فرعون يستميله، موسى لم يقل لا، موسى لا يكذب استغفر الله، لكن سيدنا موسى تركه، بعدما تركه قال هل أريك شيئا مما حباني الله، قال يلا، يرمي العصاية فتتحول إليها ثعبان يسعى. أدي تلطف. طيب موسى عليه السلام لم يأتي له في البداية ويقول له أؤمن، كان يتكلم معه بالراحة يقنعه بالمعجزة، يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف. النصيحة لكلام رسول الله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ منها صادق أمين. ثم ينادي القوم، يا قوم نعم يا سيدي تعالوا، ما تقولون في إن قلت لكم أن عيرا تغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. خلاص، تشهدون أنني صادق؟ نشهد. تشهدون أنني أمين؟ نشهد. تشهدون أنني أخاطبكم في الخيال؟ ما معنى في الخيال؟ عير، لا يوجد عير ولا شيء عندنا، لا يوجد شيء خلفنا، لكن كيف تقولون إذن ما دمتم تصدقون الرسول في الخيال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يتكلم أحد إلا مين؟ أبو لهب قال كذاب استغفر الله، قال خائن استغفر الله، قال جن الرجل. جن مين؟ جن الرجل وخلاص. أدي الحكمة من السنة. طيب أئمة المسلمين، العلماء عندما يتكلمون افعل ما قال الله، لا تفعل ما نهى الله، لكن مستحيل أن تجد عالم يرشدك إلى ضلال، ليس عالم. أن تجد عالم يرشدك إلى المفاسد، ليس عالم. طيب الأمر بالشيء نهي عن ضده، كلام مظبوط. النهي عن الشيء دليل على فساد الشيء، والأمر بالشيء دليل على صلاحه. الله أمر بالصلاة، الخير في الصلاة، الله نهى عن ترك الصلاة، الشر في ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. من ترك ثلاث جمع تهاونا إلا وطبع الله على قلبه، يائس من رحمة الله. فهمت؟ هذه معنى الكلام. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إن نجا الحمد لله، وإن لم ينجو جهنم في الانتظار. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا فسوف يلقونه، قالوا غيا واد لمن ترك الصلاة، قالوا أن جهنم تستعيذ من هذا الوادي. هذه الاستفادة من الكتاب، والاستفادة من السنة، والاستفادة من العلماء، ولعامة المسلمين أن يسمعوا ذلك النصح، أن يسمعوا ذلك الإيه. أدي الخير يا ابني، قول يا حبيبي. هو الكتاب في البداية طويل، لكن بعد كده نمشي على طول إن شاء الله. إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي، وإن لم يبلغك منه. كلام جميل. يعني هل تحتاج إلى نصحي؟ نصحي موجود في كل الكتب. لا شكرا حبيبي، نصحي موجود في كل الكتب، نصحي موجود في كتاب الله. ولا أنت تريد أن أخصك بشيء؟ هذا مراد الطالب، هذا مراد مين؟ يلا سيد بسم الله. وإن لم يبلغك منه فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. كم أيها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الشيخ بيعمل ايه، شوف بيعمل ايه الشيخ دلوقتي، قل له النصيحة موجودة في الكتاب، لكنك أنت كيف تنسى؟
ثم يذكر آيات. النصيحة موجودة في السنة، ثم يذكر، ثم بعد ذلك الشيخ الغزالي يلخص. ها، قدم الكتاب والسنة على كلامه. كان العلماء يحبون كلام الله أكثر ويحبون كلام الرسول أكثر، ومن هنا تجد في الكتب القديمة كلامهم أقل من كلام الآيات والإها والسنن. قوله صلى الله عليه وسلم: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. يا سلام، شوف 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 الكلام الجميل. إذا أحبك الله شغلك به، وإذا أبغضك شغلك بغيره. إذا أحبك الله شغلك به، وإذا أبغضك شغلك بغيره. والقاعدة تقول: المشغول لا يشغل. فإما أن تكون مع الله وإما أن تكون مع غير الله. المشغول لا يشغل، إما مع الله وإما مع غير الله. يا شباب يا شباب، من علامة إعراض الله عن العبد تركه ما يعنيه. فإذا ترك ما يعنيه انشغل بما لا يعنيه. هذا هو موجود النهاردة. ممكن تجد إنسان يخاصم من أجل فريق في الكرة، هذا الفريق ينتصر وهذا الفريق يهزم، معارك وحروب. ليه؟ بالراحة شوية. وبغضاء وخصام. ليه؟ عشان فريق كرة قدم يقتل فيها 74 واحد. حرام. كرة قدم مباراة، مباراة بين الأهلي والمصري، بين ولا مين؟ بورسعيد المصري، بين الأهلي والمصري مباراة يقتل فيها 74 واحد. الأصل أن الكرة رياضة، الأصل أن الكرة وقت جميل يجلسه الإنسان ويمشي، لكن يقتل تلفتا. دي المشاكل، يقتل 74 واحد، استغفر الله. فريق منتصر يمشي فرحان، فريق منهزم يضربون في بعض. إيه اللي بيحصل؟ يعني ما الذي يحصل؟ يحصل إذا وجد الشيطان خلاص شغلهم. لكن تعالى كده الأهل الله، الناس لا تتعجب ممن يترك الصلاة، الناس تتعجب ممن يصلي، الناس لا تتعجب من امرأة محجبة، الناس تتعجب من المرأة المحجبة ولا تتعجب من المرأة المتبرجة. الناس لا تتعجب ممن يشرب الخمر، صارت الناس تتعجب ممن لا يشرب الخمر. فكأن الفاسد صار أصل والصالح صار فرع. أبدا. لكن هي دي، ده دليل على فراغ الناس، ده دليل على ضعف إيمان الناس، ده دليل على أن الناس تركوا العلم. فلما تركوا العلم انشغلوا بغير الله. أدي كلام الإمام الشافعي: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بليها بالباطل. من تعلم حفظ القرآن ينجو ينجو. أدي ده الكلام أهو. المشغول لا يشغل. كان مولانا الإمام النووي عمره 8 سنوات، الأطفال تجذبه بالقوة حتى يلعب معهم، كان يبكي. وهو يبكي، يبكي لماذا؟ يبكي لأنه لا يريد أن يلهو، فكان يبكي ويقرأ القرآن. يعني الشباب عايزة تجذبه يلعب معهم، كان يبكي وفي نفس الوقت لا يضيع، يقرأ إيه؟ يقرأ القرآن. الإمام النووي كان يأكل أكل عند المغرب ويشرب شربة عند السحر، فإذا دخل الحمام كيف يمكس؟ يعني لا يمكس دقيقة، إلا أنه استأجر خادما يقرأ له العلم والإمام النووي في الحمام حتى لا يضيع الوقت. الإمام النووي في كتبه التي تركها وألفها تظن أنه عاش 100 سنة، الحقيقة أنه عاش 45 سنة، يعني بالميلادي 43 سنة. سبحان الله، أمر عجيب. قول يا ابني. وإن امرأ ذهبت، لا مش امرأ، ها وإن، ها حاضر، لا بغير، معلش ولا حاجة عادي. وإن امرئا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له. ذهبت ساعة في غير ما خلق له، إيه النتيجة؟ ها كمل.
لا جدير يا جدير يعني يستحق أن تقول عليه حسرة أن يندم كثيرا. ليه مولانا؟ إذا ترك الإنسان جزءا من وقته من غير فائدة سيندم عليه ندما شديدا. ليه مولانا؟ نعم أنا عندي موبايل سرق إن شاء الله، الله يجيب موبايل آخر. مولانا نعم أنا أريد أن أكل بطاطس، معلش يا مولانا بكرة نأتي ببطاطس. ماشي. الشيخ يريد أن يسافر، معلش مولانا لا نسافر هذا الشهر، نسافر الشهر القادم. ماشي. لكن الشيخ عنده كتاب ضاع، إن شاء الله نشتري غيره. ماشي. لكن الشيخ لم يصلي بالأمس كيف يعيد؟ الشيخ لم يذكر الله بالأمس كيف يعيد؟ الشيخ مر عليه ساعة لم يقرأ قرآن كيف يعيد؟ ومن هنا قال العلماء الوقت له خصائص ثلاث، ولو قلنا ثلاثة كان ذلك أفضل. نعت. الخصيصة الأولى أن الوقت لا يعود. هل نستطيع أن نعود بالوقت؟ أبدا. اثنين، الوقت تحاسب عليه، يحاسب الإنسان عن عمره فيما أمضى و و و. عشت 50 سنة ماذا فعلت؟ 20 سنة ماذا فعلت؟ سبحان الله. الطبري أقول ثالثة وبعدين أشرح. ثلاثة، الوقت لا يباع ولا يشترى. أنا عندي ثياب فقد نشتري واحد آخر، عندي تليفون فقد نشتري آخر، لكن الوقت كان عندي عام جلسته في مصر ولم أفعل شيء كيف أعيده؟ كل يوم يمر من عمرك يبعدك عن الدنيا ويقربك إلى القبر. عمرك كم سنة؟ 60 سنة. كم سنة عمرك الآن؟ 25. إذن بقي 35، بقيت 34، بقي 33، بقي 32، بقي 0. كل يوم يمر من عمرك ينقصه لا يزيد. كم يوم مدة الدراسة؟ مدة الدراسة مثلا 200 يوم. ما معنى 200 يوم؟ يعني بعد 200 يوم الامتحان، إذا مر اليوم بقي 199، بكرة 198، بعده 197. كل يوم يمر ينزل 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 لا يزيد. ومن هنا الوقت لا يباع ولا يشترى، الوقت لا يتدارك، الوقت سوف تسأل عنه. مولانا الإمام الطبري صاحب التفسير مات سنة 310، جمعوا عمره وجمعوا أوراقه، اتضح أنه كان يكتب في اليوم 33 صفحة، لكن وهو عمره يوم كان يكتب، عمره يومين يكتب أبدا. يعني هو يكتب مليون ورقة، مليون ورقة يساوي 33 سنة. كل يوم كان يكتب كم سنة؟ ها؟ كل يوم يكتب كم سنة؟ 30 ورقة. سبحان الله سبحان الله، 30 ورقة، 33 ورقة. سبحان الله، مات صغير. طيب مولانا الإمام الشافعي عاش كم سنة؟ 54. سبحان الله 54. يفعل هذا، يفعل هذا 54 سنة. سبحان الله، ما فيش مجال لضياع الوقت. أعلم الصحابة معاذ بن جبل مات عمره كم سنة؟ 36 سنة أو 39 سنة. أقوى شيء، أقوى شيء 39 سنة. أيوة. نعمل إيه؟ واجب الوقت ألا تضيع الوقت، واجب الوقت أن يقضى الوقت في النافع لا في الفاسد، واجب الوقت أن تعلم أنك مهما عشت ستموت،
واجب الوقت أن تكون في قبرك ولك في الدنيا شجرة تثمر في كل يوم ثمرة يستفيد منها واحد يدعو لك وأنت في قبرك. واجب الوقت اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا اسمه واجب الإيه؟ الوقت. واجب الإيه؟ قول يا ابني. ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجه إلى النار. يا سلام. طبعا يعني الكلام في ترهيب. إذا بلغ الإنسان 40 عاما وسيئاته أكثر من سيء من حسناته فليتجهز إلى النار. شوف يا مولانا الشيخ هنا في ترهيب يخوف. إذا وصلت إلى 40 وسيئاتك أكثر من الحسنات يعني خلاص بقى استعد للنار لتموت في أي وقت. ومن هنا على 40 وقبل 40 أن يجدد التوبة. يجدد الإيه؟ فمن لم يجدد التوبة ماذا نفعل له؟ ولذلك يا شباب ليس معناها أن من بلغ 40 وهو فاسق يستمر في الفسق أبدا. رب معصية أورثت ذلا وانكسار خير من طاعة أورثت عزا واستكبار. رب إنسان يندم مرة هذه المرة الله يتقبل فيها التوبة خير من عابد 100 سنة عابد إلا أنه يفتخر أنه عابد ويغتر أنه عابد وينظر للعصاة على أنه من أهل النار وينظر لنفسه على أنه من أهل الجنة ذلك المغتر. رب معصية أورثت، ده كلام ابن عطاء الله في الحكم، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا لله لكن هو ليس فيها لله، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أنا كل عام أذهب إلى الحج، أنا أحفظ القرآن كله، أنا أحفظ الفقه، أنا متكبر، أنا متكبر. استغفر الله، ألا تتقي الله في هذا العمر وترتكب الفواحش؟ اتقي الله، قد يندم مرة. الرسول عندما يرجم صلى الله عليه وسلم الغامدية وقعت قطرة دم على يد سيدنا مين؟ أبو بكر باين. فقال يعني زعلان منها يعني كده، فقال لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، عندما ارتكبت الزنا تابت. هذه التوبة تعدل إيمان أهل المدينة، فيها أبو بكر وفيها عمر وفيها وفيها وفيها. لقد تاب التوبة لو وزعت التوبة على أهل المدينة لوسعتهم. قل يا ابني. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. دايما أهل العلم يحبون الاختصار، فكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. دايما الكلام بالرمز والإشارة مفيد عن العبارة في البداية. دايما الاختصار، قلة الكلمات يؤدي إلى الحفظ. الإنسان دايما يحفظ الأحاديث القصيرة لا يحفظ الأحاديث الطويلة، لا ضرر ولا ضرار. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه لأخيه ما يحب لنفسه. أحاديث كثيرة كده الإنسان يحفظها ليه؟ لأنها قليلة. لكن الأحاديث الكبيرة الهمم قصيرة عنها، تضعف عنها. ومن هنا العلماء يحبون الاختصار، ولا يكون الأمر فيه اختصار إلا إذا كانت الصورة واضحة في عقل المتكلم، وكانت الصورة واضحة في عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده في عقول الصحابة، ومن بعده في عقول العلماء إلى يوم الدين. وهذا مراد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الخير في وفي أمتي إلى يوم الإيه؟ القيامة. قول يا ابني. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم.
أيها الولد النصيحة تنصح منه. النصيحة زالة. ما أحسن الكلام، ما أحسن الكلام، لكن ما أصعب التطبيق. مولانا نريد أن نذبح بقرة، يا سيدي سهلة خالص، نحن نربط البقرة في قدمها ثم نسحب الحبل، تقع البقرة ثم نضع القدم على الرقبة ثم بسم الله الله أكبر، 1 2 3 4 خلاص. هذه طريقة ذبح البقرة، توكلوا على الله. يلا، فإذا جاءت البقرة من الرجل الذي يستطيع أن يربط البقرة؟ فما أحلى الكلام، وما أسهل الكلام، وما أصعب التطبيق. دي القضية. أنا أركب سيارة، ماذا أفعل؟ أنا مفتاح طق، ثم أدوس بقدمي على البنزين ثم السيارة تتحرك، ثم هكذا يمين ثم هكذا يسار. الصعوبة في العقل الذي يفكر، الصعوبة في المفاجأة، الصعوبة في السرعة، الصعوبة في التحكم في القيادة، الصعوبة في تحكمك في شهوة الإسراع، هذه الصعوبة. لكن إيه السيارة يا مولانا؟ يفعل كده ثم يمين ثم يسار، خلاص خلاص. لكن سبحان الله، الحيوان يمشي بتأني. عمرك رأيت حمار ينصدم مع حمار؟ حصان ينصدم مع حصان؟ لكن تجد سيارة فيها إنسان مع سيارة أخرى فيها إنسان، صار الإنسان في العجلة أقبح من الحمار في التأني. هذه معنى الكلام. النصيحة سهلة، لكن القضية إيه؟ في التطبيق. إعطاء الدواء تشتري من الصيدلية سهل، الصعوبة في المحافظة على مواعيد تناول الدواء. ما أحلى الكلام، وما مرارة التطبيق. قول يا سيدي. والمشكلة قبولها. هذه المشكلة. ليه؟ لأن كل نفس فيها كبر، فمعنى أنك تتقبل النصيحة ده نوع من أنواع التواضع. خذ الزهرة من أي بستان حتى وإن كان مملوءا بالأشواك. خذ الزهرة النافعة من أي بستان. سلمان الفارسي عندما جاء في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب سنة كم؟ غزوة الأحزاب الخندق سنة كم يا أهل الله؟ 5، سنة 5. كم عدد الكفار؟ 10,000. كم عدد المسلمين؟ 3. وجاءوا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم غير مستعد للقتال، فجاء سلمان الفارسي وقال: يا رسول الله، كانت الفرس إذا داهمها عدو قوي يحفرون خندق. أعرف لو أنا موجود، استغفر الله، أنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لجبريل تعالى، جبريل يقتلهم، أنا أدعو الله، أنا أبدا. كيف أنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يسمع كلام الكفار، يسمع خطة عبدة النار؟ أبدا. عندما رآها مفيدة أخذ بالأسباب وحفر الخندق وانتصر. فلا مانع أن أستفيد من أي زهرة من أي بستان ما دام فيها فائدة لي في دنياي وأخراي. خذ الزهرة من أيها بستان. شوف يعني أنا ما الذي يجعلني أن أقلد الكفار؟ يعني أنا راجل مسلم. لا يا مولانا، أنت عندما قلدت الكفار أنت لم تقلدهم في حرام، أنت قلدتهم في مباح. أنت لم تقلدهم في استغفر الله في أمر سيء، أنت قلدتهم في أمر أدى إلى النصر. ألا تثق بالله؟ نثق بالله، لكن الله أمرنا بالأخذ بالإيه؟ بالأسباب. فهمت يا ابني؟ قول يا سيدي. لأنها في مذاق متبع الهوى مر. من متبع الهوى؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ده حديث، أدي العلامة. ما علامة أنني مسلم؟ أنني أغلب هوى الشرع على هوايا. أنا هوايا أحصل على المكتبة دي، لكن الشرع يقول حرام. طيب كيف نوافق بين هوايا وبين هوى الشرع؟ استعارة حلال، لكن تسرق حرام، تأخذ أموال الناس بالباطل حرام،
كيف يصل الإنسان إلى هوى المصطفى يعني الشرع بالعلم؟ طيب ما ثمرة العلم؟ التطبيق. ما ثمرة التطبيق؟ شجر بثمر. فعلم علم، لكن البداية، عمل من غير علم لا يكون، عمل من غير علم لا يكون، وعلم من غير عمل جنون. ده كلام الغزالي، سيأتي كلام كثير. علم من غير عمل كيف يكون؟ طب عمل من غير علم، كل ده جنون، جنون، خطأ، خطأ في المنهج. لكن نحن عندنا الفكرة، عندنا التطبيق. ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ الفكرة موجودة، هي الكتب كلها فكرة. يا شباب، رجاء التركيز، النصيحة مرة لكن من طبقها وجدها سكر. ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ الصحابة كانوا يملكون الفكرة وكانوا يملكون التطبيق. نحن نملك الفكرة ولا نملك التطبيق. الفكرة في الكتب، أين التطبيق؟ شوف أبو بكر الصديق ماذا يقول، ده سيدنا أبو بكر زمان ليس الآن. كان يقول مولانا أبو بكر: كان الناس يفعلون ولا يقولون، يفعلون ولا، ثم صار الناس يفعلون ويقولون، ثم صاروا يقولون ولا يفعلون. طب إحنا النهاردة إيه؟ هذا في زمن أبو بكر، يقولون ولا يفعلون. طب إحنا إيه مولانا؟ إحنا نأكل ولا ندفع، إحنا خارج المرحلة خالص، خارج المرحلة. يقولون ما لا يفعلون. سبحان الله. قول يا سيدي. إذ المناهي محبوبة في قلوبهم. المناهي محبوبة في قلوب، في قلوب الجهلاء، في قلوب العصاة. المناهي، العاصي لا يحب أن تقول له حرام، العاصي يحب أن تقول له افعل ما شئت. العاصي لا يحب أن تذكره دايما بالخير، هو يريد أن يفعل ما يشاء. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، الشهوات تقرب إلى النار. محاربة الشهوة مكروهة للنفس، النفس تحب الراحة، النفس لا تحب التعب، النفس تحب كل شيء مباح. الدين يحجم النفس، الدين يقول لها افعلي ولا تفعلي، الدين يقول لها اقربي ولا تقربي، الدين ينظم حياة الإنسان، افعل ولا تفعل. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه إيه؟ جنة للأمر وجنة للنهي، أطاع فله جنة وانتهى فله جنة. آدي ولمن خاف مقام ربه، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. قول يا سيدي. وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي مشتغلا في فصل النفس ومناقب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم المجرد له. ما معنى المجرد؟ المجرد أي الخالي عن العمل في طول الكتاب، ده مصطلح. العلم المجرد أي الخالي عن مين؟ عن العمل. العلم المجرد هو الخالي عن العمل. فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه. العلم فكرة لكن فين التطبيق؟ شوف يا مولانا، الشيخ سيذكر دلوقتي كلام جميل قوي، مثال في غاية الجمال. أنا عندي سيف أهو. كم سيف عندك يا مولانا؟ 10. ثم جاء العدو فأنا أشير للسيف، سيف رقم 1 يدخل المعركة. سيف لا يتحرك. أنا عندي 10، 1، 2، 3. هذه الكتب هل تقرأ ولا تأخذها؟ أخذك للكتاب وقراءتك للكتاب هذا هو العمل، بقاء الكتاب ده العلم. هذا العلم موجود في هذا الكتاب، هو علم.
لكن كيف هذا العلم يخرج من حيز الكتاب، يخرج من حيز الكتاب إلى الواقع بالقراءة. أما إن لم نقرأ خلاص موجود. فأنا عندما جاء العدو قلت للسيف الأول تحرك، لم يتحرك. طب السيف الثاني تحرك، لم يتحرك. فأنا أخذ السيف وأبرز. فالسيف علم، عندما أخذت وبارزت صار عمل. ما فائدة السيف؟ فائدة السيف عندما يستخدم. ما فائدة العلم؟ عندما نطبقه. فائدة العلم عندما إيه؟ عندما نطبقه. قول يا سيدي. وأنه مستغنٍ عن العمل، وهذا اعتقاد الفلاسفة. اعتقاد الفلاسفة أن الحياة علم من غير عبادة، لكن الفلاسفة كفار لثلاث حاجات، ليس كل الفلاسفة، نحن نعني الفلاسفة الكفار. كفروا لأنهم قالوا العالم قديم، يعني خالق. العالم لا يفنى لأنه خالق. العالم ها ماله يا مولانا؟ العالم ليفنى ليس له نهاية. اثنين، العالم ايها قديم ليس له بداية. رقم ثلاثة، في حاجة الفلاسفة كفروا بها، لا إله. لا إله والعالم قديم والعالم لا يفنى. الثلاثة نلخصهم أنهم قالوا أن الطبيعة هي الإله. دول كفار طبعا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لا يعلم هذا القدر أنه في سبحان الله العظيم اثنين في الكتاب. اثنين ولا واحد؟ موجود يعني هذه العلامة الاثنين. يعني موجود سبحان الله العظيم اثنين؟ علامة الاثنين، علامة الاثنين. سؤال سهل، سبحان الله العظيم مكتوبة كم مرة؟ واحد مرة. أنا أحفظه، أحفظه قبل أن تولد. لكن بعدما ولدت أنا سأنسى، خلاص من اليوم أنا سأنسى الكتاب. قول يا أخوي سبحان الله، سبحان الله. قول قول، أنت ده محرف للكتاب. قول يا ابني قول. لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكل. آكد. آكد يعني آكد مؤكد. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام العلم سلاح لا لك لا عليك. ما هو فضل الله أعطاه إياك. أنا عندما أعطيك جنيه إما تستخدمه في الحلال فتربح، وإما أن تستخدمه في الباطل فتخسر. كل إنسان يحاسب يوم القيامة كم مرة؟ مرة واحدة، لأنه لم يعمل. أما العالم يحاسب كم مرة؟ اثنين، مرة لأنه يعلم ومرة لأنه لم يعمل. العالم الذي لا يعمل في مقارد من حديد تقرد الشفتين. ليه مولانا؟ لأنه يتكلم بشفتين. فجأة رأى أهل جهنم الشيخ داخل، يا مولانا إيه اللي جايبك هنا؟ لعلك أخطأت الطريق، يعني أنت في جهنم ليس في الجنة. قال كنت آمركم ولا آمر نفسي، وأنهاكم ولا أنهى نفسي. خلاص خلاص، سبحان الله. كنت إيه؟ آمركم ولا آمر نفسي، وأنهاكم ولا أنهى نفسي. هنا مشكلة، مشكلة كبيرة. علشان كده مولانا، من عمل بما يعلم أورثه، منحه أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. واتقوا الله عمل، واتقوا الله عمل، واتقوا الله ويعلمكم الله. قول يا سيدي. يلا. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. ورؤيا أن الجنيد رحمه الله تعالى رؤيا في المنام بعد موته. دي رؤيا جميلة أوي. الجنيد ده شيخ أهل الطريقة، أهل الله، كان عالم كبير، كان عالم ضخم في العلم.
رآه أحد السادة في المنام قال ماذا فعل الله بك؟ قال كل شيء فعلناه ترك ولم ينفعنا إلا ركعات كنا نصليها بالليل والناس نيام. ركعات كنا نصليها بالليل والناس إيها؟ سبحان الله. أو الركعات دي علم ولا عمل؟ عمل. من قام الليل بعشر آيات كتب من الذاكرين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين. قل يا سيدي يلا الرؤية دي عشان نقف عندها. فقيل له ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال طاحت تلك العبارة. خلاص انتهت العبارة. وفنيت تلك الإشارة. وما نفعنا إلا ركعات كنا نصليها بالليل والناس إيها نيام. يعني قيام الليل، وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وخيره عند السحر قبل الصبح بساعة ونصف. قول يا سيدي. إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. الحمد لله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.